ولمتابعة آخر التطورات في المشهد الفلسطيني مع استمرار الاحتلال في حرب تجويع القطاع في ظل مباحثات لعقد صفقة لتبادل المحتجزين، ينضم إلينا عبر سكايب من القدس الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ راسم عبيدات. حياكم الله أستاذ راسم. أهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم، وكل عام وأنتم بألف خير. وأنتم بخير. كما أرحب بضيفي عبر سكايب من الضفة الغربية المحلل السياسي الفلسطيني عزام أبو العدس. حياكم الله أستاذ عزام. السلام عليكم، تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. لعلي أبتدأ معك أستاذ راسم، يعني في اليوم 160 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواصل كما تعلم جيش الاحتلال غاراته على مناطق متفرقة من القطاع بالتوازي مع حرب التجويع التي يمارسها ضد المدنيين. ما مدى تأثير هذا القصف وحرب التجويع برأيك على الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية؟ نعم، اليوم 60 بعد الماء للعدوان المستمر على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة، والاحتلال يستخدم كل الأسلحة في إطار محاولة فك العلاقة ما بين الحاضنة الشعبية والمقاومة الفلسطينية، استخدام سلاح التجويع كسلاح غير أخلاقي في الحروب، وكذلك الأوبئة والأمراض، واستمرار عمليات القصف واستهداف النازحين ومراكز اللواء ومراكز توزيع المساعدات الغذائية. كل هذا يهدف إلى أن الاحتلال يسعى لكي تخرج الحاضنة الشعبية على المقاومة الفلسطينية، وهو يحاول من خلال أن يقوم بتوزيع أدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها من خلال مجموعة من المخاتير والعشائر والقبائل لكي يتجاوز السلطة القائمة في قطاع غزة والقوة هناك. ولكن هذا الموقف، موقف العشائر والمخاتير والقبائل، عبر عنه بشكل واضح من قبل وقالت لن نكون بديلا للسلطة القائمة وللأجهزة الأمنية، ونحن جزء من ولن نكون رديفا بديلا للجانب السياسي أو أيضا للإداري، ونحن جزء من النسيج الوطني وجزء من المشروع الوطني وجزء من النظام السياسي، ولن نكون بديلا في هذا الاتجاه. وبالتالي الاحتلال يسعى إلى بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الجهات التي تلعب دور وظيفي في المنطقة والإقليم من أجل أن يخترق الجبهة الداخلية في قطاع غزة، وبالتالي ويركز في هذا الاتجاه على مثل هذه المسائل. وأعتقد بأن الاحتلال لن ينجح كما فشل في الضفة الغربية في قضية روابط القرى المقبورة، هو أيضا سيفشل في قطاع غزة في هذا الاتجاه، والموقف واضح في هذا الاتجاه من أي محاولة لإيجاد بديل أو اختراق الجبهة الداخلية، وسيتم التعاطي مع أي جهة مهما كانت أنها خارجة عن الصف الوطني. وبالتالي حتى هذه اللحظة نشهد تماسك وتكاتف ما بين المقاومة الفلسطينية وحاضنتها الشعبية بكل مكوناتها. نعم أستاذ عزام، إلى أي مدى تؤثر سياسة التجويع مع استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين على سير المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأنه منذ بداية الحرب إسرائيل تستخدم ما يمكن أن نسميه الورقة الذهبية، والورقة الذهبية هنا هي المدنيين. إسرائيل خبرت وعركت المقاومة يعني منذ عقود، وهي تعلم أنها تقاتل أعند أهل الأرض، يعني هؤلاء لم يستسلموا على مدى عقود طويلة، وليس في هذه الحرب فقط بل في كل الحروب السابقة صب على رأسهم الـ كما يقال النار والكبريت ولم يستسلموا. وبالتالي الطريق الأقصر والأكثر راحة بالنسبة لإسرائيل هي الضغط على المدنيين. إذا كانت حماس يعني تحتجز 134 أسير، فإن إسرائيل تحتجز أكثر من 1,500,000 رهينة تضغط من خلالهم على المقاومة. لنفهم الأمر أكثر، يعني ربما هناك زوايا لا يغطيها الإعلام، وحتى نفهم الأمر أكثر نقول بأن هؤلاء الجوعى في الشمال والمشردون في رفح
والذين يقصفوا في مراكز الإيواء والذين يقصفوا حين تلقي المساعدات، من هم؟ هم أهل وأزواج وأقارب وأهالي أفراد المقاومة الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية، هم ليسوا منفصلين عنهم. يعني من يقاتل في النفق ومن يقاتل على خط الجبهة ومن يقوم باصطياد دبابات المركافة، أهله يتعرضون للتجويع والقصف والتنكيل والإذلال والتهجير. وبالتالي إسرائيل تدرك تماما بأن الوسيلة الوحيدة الموجودة لديها الآن للضغط على المقاومة هي الضغط على المقاومة من خلال المدنيين. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد كل هذا الوقت وكل ما يحصل، هل هذه الورقة لا زالت قابلة للاستخدام بالنسبة لإسرائيل؟ بمعنى، هل هذه الورقة لا زالت ورقة في يد إسرائيل، أم باتت بسبب ما تقوم به إسرائيل وبسبب تجويع الناس وقهرهم وممارسة ما لم يمارس في العصر الحديث منذ الحرب العالمية الثانية حتى يوم الناس هذا، تحولت هذه الورقة إلى ورقة ضغط على إسرائيل وليست ورقة في صالح إسرائيل؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يسأل الآن. نعم، يعني أتوجه بالسؤال هنا إلى الأستاذ راسم. أستاذ راسم، فعلا يعني استهداف المدنيين من قبل جيش الاحتلال، هذه المجازر المتواصلة، إلى أي مدى شكلت ضغطا على هذا الكيان ويعني دحضت روايته وسرديته بالمظلومية وأنه شعب مظلوم في منطقة الشرق الأوسط، إلى أي مدى لربما يعني تشوهت أو يعني حتى صورة الاحتلال بانت على حقيقتها بين الدول العالمية؟ نعم، دولة الاحتلال كانت تسيطر على الفضائين الإعلامي وأيضا الفضاء الثقافي، وبالتالي قوة سيطرتها الإعلامية والثقافية والاقتصادية في العالم كانت تصل إلى العالم الرواية من طرف واحد وهو الطرف الإسرائيلي، والذي هناك كارتلات إعلامية واقتصادية وسياسية سواء في الدول الغربية أو في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على ترويج الرواية والسردية الإسرائيلية وتغيب السردية الفلسطينية بل وتحضر المحتوى الفلسطيني. الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بالإضافة إلى المتطوعين من العاملين في هذا المجال سواء كانوا عرب أو مسلمين أو أجانب أو مناصرين للقضية الفلسطينية، أمكن اختراق الفضائين الثقافي والإعلامي على مستوى العالم وإيصال السردية والرواية الفلسطينية. ولذلك الاحتلال هزم على جبهة الإعلام وهزم على جبهة صناعة الوعي وكذلك خسر الحرب على الجبهة النفسية والمعنوية في هذا الاتجاه، بدلالة أن ما جرى في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك 352 عضو الكونغرس الأمريكي من أصل 432 صوتوا إلى جانب حظر موقع التيك توك الصيني والذي يشاهده 170 مليون مواطن، وهذا الموقع له دور كبير في أن فضح وعرى حقيقة هذه الدولة التي يزعمون أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في هذا العالم، وأمريكا التي تعتبر نفسها أنها سيدة الديمقراطية في العالم، والتي هذه ديمقراطيتها تعرفها الكثير من شعوب دول العالم. أكثر من 72 دولة في العالم جرى أمريكا قامت بالتدخل في شؤونها الدولية أو قامت بتغيير أنظمة حكمها وارتكبت الكثير من الجرائم والمجازر بحق شعوبها، ولعل الشواهد في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا وفي فلسطين ولبنان وليبيا والسودان وفنزويلا وكوبا وغيرها تثبت ما ترتكب أمريكا من جرائم بحق هذه الشعوب وبحق كل من يتمرد على الإرادة الأمريكية أو يقول لا للمصالح الأمريكية في هذه المنطقة. ولذلك أنا أعتقد بأن هناك تغير كبير في الرأي العام العالمي، وفي التالي هي خسرت إسرائيل أول مرة تخسر الشعوب الأوروبية وحتى تخسر داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر من 60% من الشباب الأمريكي حديثا هم يطالبون بوقف الحرب
حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذه التحولات التي حدثت وما أقدم عليه التيار الأمريكي أورون بوشندل بحرق نفسها احتجاجا على مشاركة بلاده في حرب الإبادة الجماعية وانتصارا للإنسانية، وكذلك قيام العديد من جنود وضباط الأمريكان بحرق شراطهم العسكرية احتجاجا على التدخل الأمريكي ووقوفه إلى جانب دولة الاحتلال في قطاع غزة. كل هذه المؤشرات تؤشر بشكل واضح إلى أن دولة الاحتلال لم تعد صورته، هذا ساعد في تهشم صورة الاحتلال وليس تشويهها بل إبرازها على حقيقتها في هذا الاتجاه. أستاذ عزام، يعني صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن خلافا بين واشنطن وحكومة نتنياهو يتعلق باليوم التالي للحرب على غزة. برأيك ويعني بحسب تحليلك، كيف يمكن فهم نقاط الخلاف في ظل الدعم غير المسبوق من قبل واشنطن لحكومة نتنياهو؟ يعني الخلاف بين واشنطن ونتنياهو هو ليس خلافاً على الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية تريد من إسرائيل أن تنتصر في هذه الحرب مهما كان الثمن. هزيمة إسرائيل في هذه الحرب تعني هزيمة الحلف الأمريكي، تعني أن مكانة الولايات المتحدة الأمريكية قد تراجعت، أن الخطط التي كانت تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على المنطقة بواسطة إسرائيل، هذه الخطط كلها قد ذهبت أدراج الرياح، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسمح بهزيمة إسرائيل. لكن الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل هو على شكل هذه الحرب وليس على جوهرها، بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية تريد حرب عادية طبيعية بين قوسين، بمعنى دولة تقاتل دولة أو جهة معينة ويعني تنفذ أعمال عسكرية يكون الهدف منها فرض واقع سياسي جديد، حرب طبيعية إن صح التعبير. لكن ما تقوم به إسرائيل هو حرب على نمط الانتقام القبلي بعقلية القبيلة، عقلية كما يقال شرب الخمر في الجماجم، عقلية الانتقام الوحشي الذي يريد أن يثبت الاستعلاء الصهيوني والعلوية اليهودية. عزام، يعني كيف يمكن أن يحدث هذه الاستراتيجية الأمريكية وما يريده بايدن؟ بأي معنى كيف يمكن أن يحدث دولة مقابل دولة؟ يعني بمعنى أن إسرائيل تركز جهودها على قتال حماس أو قتال المقاومة الفلسطينية وضرب الأهداف التي تتعلق فقط بالمقاومة، لكن ما قامت به إسرائيل هو عمليا استهداف أكثر من 150 ألف هدف مدني. ما قامت به إسرائيل هو اغتيال لآلاف الأطباء والناشطين والصحفيين والمهندسين والمؤثرين. ما قامت به إسرائيل الآن هو قتل أكثر من 31 ألف شهيد، تقريبا ثلثيهم من النساء والأطفال. وبالتالي إدارة بايدن كانت تريد حرب أكثر فاعلية وأقل ضجيجا. إذا ما أردنا أن نقارن ما بين إسرائيل وما بين فصائل المقاومة من ناحية قوة عسكرية، لا يمكن بأي حال من الأحوال حتى أن نفكر بمثل هذه المقاومة، لكن نرى بأننا الآن في الشهر السادس والمقاومة لا زالت تصطاد الجنود، لا زالت تقاتل. إسرائيل دمرت خان يونس عن بكرة أبيها ولم تحصل على حذاء لأسير واحد. وبالتالي هذه هي إشكالية الإدارة الأمريكية، أن هذه الحرب هي حرب مليئة بالضوضاء والقتل ولفت الانتباه وتشويه صورة إسرائيل وإزاحتها من مركزيتها في الغرب، مقابل صفر إنجازات، مقابل عدم وجود نتيجة عسكرية تذكر حتى الآن. هنا موطن الخلاف بين الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال. طيب أستاذ راسم، يعني ما قيمة هذا الخلاف على أرض الواقع بين الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال فيما تفضل به الأستاذ عزام؟ ما قيمة هذا الخلاف في ظل استمرار
إسرائيل في التعنت وممارسة هذا الكم الهائل من الجرائم التي تمارسها بحق الفلسطينيين، وما هو سقف هذا الخلاف؟ إلى أين يمكن أن يصل؟ يا سيدي، بدون تضخيم الخلاف الأمريكي الإسرائيلي وهذا الضجيج العالي والذي يروج له بأن هناك خلاف أمريكي إسرائيلي، الخلاف الأمريكي الإسرائيلي هو خلاف في الجانب التكتيكي ولن يصل في يوم من الأيام إلى الجانب الاستراتيجي، لأن شكل العلاقة ما بين دولة الاحتلال وبين الولايات المتحدة الأمريكية تحكمها الدولة العميقة البنتاغون والCIA وأيضا وزارة الخارجية بالإضافة للكابتلات الاحتكارية مالية وعسكرية. وبالتالي عندما نتحدث عن خلافات هي فقط في الجوانب التكتيكية. عفوا أستاذ راسم، يعني هذه الخلافات ولو كانت تكتيكية هل لها أي قيمة على أرض الواقع في ظل استمرار إسرائيل في تطبيق تكتيكاتها؟ نعم، فيما يتعلق في هذا الخلاف ويتمركز حول العملية التي ستشن على رفح، الولايات المتحدة الأمريكية عملية توافق على العملية العسكرية ولكن تريد من هذه العملية العسكرية أن يتم استهداف ملتقى للمقاومة الفلسطينية وملاحقتها وضربها بدون أن يكون هناك اجتياح بري واسع لمدينة رفح قد ينتج عنه عشرات الآلاف من الشهداء من المدنيين، وهذا أيضا سيلقي بظلاله على الداخل الأمريكي وخاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية الرئاسية، وبايدن يطمح لأن يعود إلى الرئاسة الأمريكية لولاية ثانية، وبالتالي هذا أن تظهر صورة الولايات المتحدة الأمريكية بأنها مشاركة في حرب الإبادة الجماعية مع دولة الاحتلال، هذا يقلل من فرص نجاح بايدن في الانتخابات الرئاسية الثانية، وخاصة ليس فقط في ظل تحولات الرأي العام والشباب الأمريكي، بل هناك ولايات تتمتع بأغلبية عربية وإسلامية وخاصة ميشيغان وبنسلفانيا، وهذه كان هناك عملية تصويت أكثر من 100,000 صوت قالوا بأننا سنصوت بالله ملتزم لبايدن في الانتخابات الرئاسية. كل الولايات المتحدة الأمريكية يا سيدي، عندما نتحدث عن أن هذه الدولة لو أرادت أن تنقذ الشعب الفلسطيني وتوقف المجازر 3 مرات اتخذت حق النقد البيتو بعدم وقف إطلاق النار واستمرار العملية العسكرية، وكذلك حتى بيان رئاسي يصدر عن مجلس الأمن الدولي يدين إسرائيل في مجزرة الطحين على دوار دوار الرشد على دوار النابلسي في قطاع غزة، رفضت أن تدين إسرائيل، وحتى بيان استنكار وتحميل إسرائيل هذه المسؤولية، وهي طوال هذه الفترة منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم أكثر من 100 شحنة من السلاح خارج إطار الكونغرس الأمريكي، يعني تحت ما يسمى بقانون الطوارئ تزود بها الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بأحدث الأسلحة والصواريخ الموجهة والقنابل من سنة 2000 رطل الخارج. المناسبة نعم، بهذه المناسبة أستاذ راسم، ما رأيك بالتقارير التي ربما سربت عن نية بايدن يعني تقليص أو تقييد إن صح التعبير هذه الإمدادات العسكرية لإسرائيل في حال اجتاحت رفح؟ يا سيدي، أنا أثق تماما أن بايدن إذا ما أقدم على هذه الخطوة لن يكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، هناك سيطرة كبيرة للإباك والجناح المتصهين في الإدارة الأمريكية على مقاليد الحكم هناك، هناك بلينكين والذي من أول يوم جاء إلى دولة الاحتلال بعد 7 أكتوبر قال أنا جئتكم كيهودي، وبايدن نفسه يفاخر بصهيونيتي وقال أنا سأبقى مخلصا لإسرائيل حتى آخر يوم في حياتي، وجاك سيلفيان هو من نفس هذا النمط، وجون كيربي هو أيضا من هذا النمط، ولذلك لا أعتقد بأن الأمور ستصل في يوم من الأيام أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقلص تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن أي هزيمة لإسرائيل هي هزيمة لأمريكا وبالتالي أو تهديد لمصالحها الاستراتيجية في هذه المنطقة التي تريد التموضع فيها من جنوب غرب
آسيا وحتى منطقة الشرق الأوسط، وأمريكا هي صاحبة فكرة هذه الحرب، وهي من تقود الحرب عمليا عسكريا وأمنيا على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإسرائيل هي أداة تنفيذية في هذا الاتجاه، وهي تحاول ضبط هذه الأداة بما يتناسب ويخدم الأهداف الأمريكية الاستراتيجية في هذه المنطقة. إذا كنت ضيفنا عبر سكايب من القدس، الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ راسم عبيدات، أشكرك جزيل الشكر، كما أشكر ضيفي عبر سكايب من الضفة الغربية المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ عزام أبو العدس. شكرا لكما ضيفي الكريمين.